ونعرج على البحرين، حيث بدأت المعارضة البحرينية اعتصاما مفتوحا بمنطقة المقشع غرب العاصمة المنامة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء وإجراء إصلاحات سياسية، فضلا عن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق. وهتف المشاركون في الاعتصام بشعارات مناوئة للحكومة وأخرى تدعو للإفراج عمن سمتهم بالمعتقلين السياسيين، كما شدد المتظاهرون على تمسكهم بالحراك الشعبي. وقال علي سلمان رئيس جمعية الوفاق المعارضة، قال إن الشهور المقبلة ستشهد محطات مهمة في تحقيق مطالب المعارضة.